هو حضرتك طبعا بالنسبه لاعمال الصيانه او الاعطال، النهارده عندنا اصلاح فواصل على كوبريين في القاهره، كوبري اكتوبر وكوبري الحدائق. كوبري اكتوبر اصلاح الفواصل هتكون في المنطقه من اعلى سرايا كتيره وحتى الحدود مع الجيزه، لاصلاح الفواصل على الجانب الايسر هيتم استقطاع حارتين من الطريق والسماح بمرور حارتين في المنطقه ديت عشان يتم الاصلاح النهارده من الساعه 12 بالليل لحد يوم السبت الساعه 6 صباحا. ايضا عندنا كوبري الحدائق القادم من مناطق السنجاري اتجاه ميدان الحدائق هيتم الاصلاح في الجانب الايسر او الحاره اليسرى للفواصل المتوجهه، هيتم السماح بمرور حاره واحده للمتجه لميدان الحدائق. دول ابرز حاجتين موجودين عندنا في القاهره هيتم النهارده 12 بالليل لحد صباح السبت ان شاء الله. وبنقول من خلال حضراتكم عشان الناس بتقول ما حدش بيقول وما حدش بيعلن، احنا بنعلن من خلال حضراتكم من خلال الاذاعه ومن خلال شريط الاخبار المتواجد على كافه القنوات ان في اعمال بتتم بالنسبه للكباري ديت في داخل القاهره. هنستعرض الحاله المروريه على مستوى القاهره، احنا الحمد لله عندنا معدلات سير طبيعيه حاليا، وان كانت بعض الاماكن بتشهد كثافه منخفضه زي محور صلاح سالم ومحور اكتوبر، محور اكتوبر في المنطقه المحصوره من اعلى مسجد النور وحتى منطقه اعلى ميدان رمسيس. الحمد لله ما عندناش اعطال كبيره وما عندناش مصطدمات كبيره او تحويل مسارات نقدر نحول من خلالها خط سير الرحلات سواء القادم او المتجه لاي منطقه من مناطق القاهره سواء لمناطق الجيزه. ايضا احنا عندنا بس كثافات القادم من مناطق الجيزه عن طريق كوبري عباس كثافه مرتفعه اتجاه القاهره، عشان كده بنقول يفضل الكباري الاخرى اتجاه القاهره للقادم من مناطق الجيزه اتجاه القاهره. عندنا كثافه في محور صلاح سالم في المنطقه المحصوره من اسفل كوبري الفنجري وحتى مدخل نفق المرغني، دي المتجه لمناطق المطار. قادم من مناطق المطار كثافه تنحصر من منزل كوبري الطيران وحتى مناطق القوات الجويه، ما بعد ذلك محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد جدا حتى السيده عائشه وحتى الحدود مع كوبري عباس. ايضا عندنا نفق الازهر في القادم المتجه يعمل بشكل جيد حتى الان، محور الثوره يعمل بشكل جيد حتى الان، وان كان بدا يشهد كثافه في منطقه كوبري الجيش في مطلع كوبري الجيش القادم من مناطق طريق السويس اتجاه محور الثوره، لكن الحمد لله مش مؤثره حتى الان. عندنا ايضا محور الام اي في الاتجاهين يعمل بشكل جيد او محور مشير يعمل بشكل جيد في الاتجاهين. الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم معدلات سير طبيعيه، عندنا كثافه متوسطه على بعض المحاور في القاهره، لكن افضل من ايام الاسبوع كلها في الفتره الصباحيه. احنا معتادين يوم الخميس الكثافه بتبدا من بعد 1 الظهر الى ما شاء الله بالفترات بالليل متاخر النهارده نهايه الاسبوع، بس اللي احنا حبينا نشير اليه من خلال حضراتكم ومشاهدين حضراتكم اللي هي الاصلاحات المتواجده على كوبري اكتوبر وكوبري الحدائق ان شاء الله هتبدا 12 بالليل ان شاء الله.